بسم الله الرحمن الرحيم، وصلت السلام على رسول الله. وده الجزء الثاني من اللقاء الثاني من ماده القانون الجنائي مع تعمق الاستاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين، مقرر دراسه الدليل الجنائي الالكتروني. وكنا بنتكلم عن ضوابط قبول الدليل الالكتروني. دكتور محمد عبد العزيز، اتفضل يا فندم. نتكلم عن ضوابط قبول الدليل الالكتروني. اولا، عدم وجود ضوابط موحده في شان قبول الدليل الالكتروني هو المفروض او الضروري وضع قوابط تمثل الحد المقبول من معايير المحافظه على الدليل. لكن في الحقيقه هنا ايه؟ لا توجد قواعد صريحه وموحده تحدد ضوابط عمليه الحصول على الدليل. يعني ما فيش قواعد صريحه ولا موحده بتحدد الضوابط دي. بس يقدم استخلاص الدليل الى قواعد المعمل بقى في كل نظام. يضع فيه هنا استخلاص الدليل الى قواعد المعمل بقى في كل نظام. بالنسبه للدليل الرقمي، خلي بالك الدليل الرقمي ده ايه؟ بيتطور بسرعه فظيعه، بيتطور ايه؟ بسرعه كبيره قوي، وليس لدى جهاز التحقيق او المحكمه الخبره الكافيه به. وبعض المحاكم غير مؤهله للتعامل مع هذا النوع من الدلالات. يعني بص، دليل رقم بتطور، حاكم ما عندهاش خبره كافيه انها تبدا ايه تمشي معاه. في محاكم غير مؤهله نهائي للتعامل مع مثل هذا النوع من الدلالات. يجب هنا ان في فهم مشترك لدى رجال التطبيق القانوني والمحامين. كويس، لازم يكون في هنا في فهم مشترك العناصر التي تضمن قبول الدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي. هنا بيكون الضوابط اللي بتمثل الاطار القانوني واحده امام جميع المحاكم. الضوابط بتبقى واحده امام جميع المحاكم. بالعجز عن فهم كيفيه توثيق الدليل الالكتروني يؤدي الى ايه؟ الى نتائج متناقضه. عشان انت هنا مش فاهم او عدم فهم كيفيه توثيق الدليل الالكتروني، يبقى انا بأدي نتائج ايه؟ متناقضه امام القضاء. نتائج متناقضه امام القضاء. ايه بيان ضوابط قبول الدليل الالكتروني؟ الضوابط هنا بتمثل الحد الادنى الضروري اللازم في تقرير. تقرير ايه؟ مدى تمتع الدليل. مدى تمتع الدليل الالكتروني بالقبول امام القضاء الجنائي. ده ايه الضوابط اللي انا هتكلم فيها بيه؟ اولا، الدليل لازم هنا يكون الحصول على الدليل مشروع ويكون باتباع الاجراءات التي نص عليها القانون. دي رقم واحد. باول حاجه الدليل يكون مشروع باتباع الاجراءات التي نص عليها القانون. رقم اثنين، احترام الحقوق ايه؟ احترام الحقوق الاساسيه والحق في الخصوصيه وحريه التعبير وحريه الراي والاعتقاد. ده رقم اثنين، احترام الحقوق الاساسيه. هناك ضابط مهم هو ايه؟ يتصل بمصداقيه الدليل، وهو مدى تعلقه بالوقائع المراد ايه اثبات. تعلق ايه هنا بالوقائع؟ اربعه، اثبات هذا الدليل بالثقه والتوثيق والسلامه. بتاعه هنا في ثقه في توثيق. وعمل هذا الضابط يقتضي انشاء دليل الكتروني وماده نفسه. فده هنا ثقه وفي دليل وتوثيق وفي كل دون، يبقى هنا يضبط ان انا بقول لك ايه؟ يقتضي انشاء وماده نفسه مع بعض. قاضي القيام بعمل غير مشروع ومناسبه اجراء مشروع، عمل غير مشروع ومناسبه اغراء مشروع. يعني بيعمل حاجه غير مشروعه عشان يعمل ايه؟ اجراء مشروع. الحصول على الدليل بيكون مشروع اذا تم اتباع الاجراءات اللي اتكلمنا عليها والضوابط اجراءات الضوابط التي نص الشرع عليها والتي تختلف من التشريع الاخر. عدم اتباع الضوابط هو بطلان الدليل. يعني انت ما اتبعت الضوابط دي، الدليل بتاعك بيبقى ايه؟ باطل. استبعاده وهي في الساعه دي قدام الدليل باطل، بنستبعده من ادله الاثبات في الدعوه. هنا البطلان يلحق الدليل بالقيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع. البطلان هنا يلحق الدليل بالقيام بعمل غير مشروع. العمل هو مشروع، لان الدليل هنا باطل. الدليل باطل
بمناسبة تنفيذ ايه؟ تنفيذ اجراء مثلا محكمة النقد قالت قدم ببطلان الدليل في واقعة. الواقعة دي ايه؟ المدعي العام لمدينة برلين المناطقية قال ايه؟ أصدر إذن بالحصول على نسخة من أحد الملفات. يعني قال لك هي نسخة من أحد الملفات الموجودة ايه؟ على جهاز الحاسب الآلي هنا. ماشي؟ وأثناء الحصول على النسخة من هذا الملف ايه حصل؟ كان المختص لفندية مختصين على ايه؟ لو عاملين نسخ بوضع برنامج على الجهاز يمكنهم الحصول على كافة الملفات الجديدة. الله اللي هي تبيع نجاب هوب هوب يلا انسخ بسرعه كل ما هي. ففي الساعه دي قال لك ايه؟ لا ما ينفعش. هنا شوف قال لك ايه؟ عمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع. الراجل عاوز نسخه لا قال لك هم بيعملوا نسخ يبقى العمل ده غير مشروع باجراء مشروع. الاجراء مشروع اللي هو ايه؟ اللي هو عايز نسخه غير مشروع اللي هم ايه؟ اللي هم عمالين يعملوا نسخ عمالين يعملوا حاجات ملفات جديده. طيب المحافظه على الدليل الرقمي الدليل هنا الالكتروني او رقم يكون صالح لاثبات الجنائي فيجب المحافظه عليه. لازم محافظه على الدليل الالكتروني من عده اول استخلاص الدليل واستعادته من مصدره. ازاي استخلص الدليل صح واستعادته من مصدره؟ ده رقم واحد. عمليه الضبط تامين حياده الايه؟ المشتبه فيه لهذا الدليل. عمليه الضبط تضمن هنا ايه؟ تامين حياده المشتبه فيه. ثلاثة ضمان عدم إجراء أي تعديل. قلنا إيه؟ أهم شيء الدليل ما يكونش فيه أي تعديل أو قشط أو عشان يبقى دليل موجود في الجهاز. طيب هناك فحص دولي بالرقم ليه؟ بوقت يكتشف فيه عدم ثبات. هنا الدليل في حاجة لا في فحص دولي بيحصل هنا. حافظ على الدليل حافظ على الدليل الرقم. بيانات في فحص دولي. بس هناك في تلف جزء مثلا وقت التخزين العصبي هنا يطلب اصلاح طلب اصلاح ايه؟ دون المساس بين صلح في حاجه اكبرها لا اصلحها بس ابعد عن البيانات ما تجيش ناحيه البيانات المسجله هنا هي يدلوا ما في وسعهم بأفعالات الدليل لان اي خطا هنا عملية استخلاص الدليل هتجعل الدليل عديم القيمة من تعديل الدليل لو في أي نقطة في أي تحريف في أي تعديل يبقى عديم القيمة بالنسبة إيه؟ بالنسبة إيه؟ ناحية القضاء. طب استخلاص الدليل هنا في مرحلتين استخلاص الدليل اللي هو الرقم إيه؟ أول حاجة قلناها لازم مرحلة المحافظة على الدليل لازم محافظة على الدليل. المحافظة على الدليل تنمي المرحلة دي بتنمي لإيه؟ تأمين الدليل والحفاظ على سلامته. لازم أحافظ على الدليل وهي أحافظ على سلامة الدليل. من بعد المرحلة دي الحفاظ على سلامة كل البيانات. كل البيانات من البيئة من الوصف هي اللي تتواجد فيه إلى خارجه. تعمل نسخة منه طبق الأصل. المرحلة دي تشبه إيه بقى؟ هي المحافظة على الدليل أو دي. تشبه أقرب إلى رفع الأصول المادية نرفع الأصول المادية إلى إيه؟ من مصر. وتالت المرحلة ضمان إيه؟ استرجاع البيانات. هنا بنات في مرحله عاديه ممكن استرجع البنات اللي انا ايه؟ اللي انا محتاجها عند اللجوء. العمليه الثانيه في مرحله استخلاص الدليل تحليل البيانات اللي تم نسخها بحل البيانات اللي هي تطبق خطوه تحليل الاصل الماديه التي يكون بها ايه؟ خبراء الادله الجديده. تحليل البيانات نفس تطبق خطوه تحليل الاصل الماديه اللي بتقوم بها خبراء الادله الجديده. شكرا دكتور. تمام شكرا دكتور محمد. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء الثاني من اللقاء الثاني ونبدا بقى نشتغل على اسئله اللقاء اليوم. والسؤال النهارده للدكتوره هاله. دكتوره هاله معايا؟ ايوه مع حضرتك. السؤال بيقول هل الحصول على الدليل الالكتروني يشكل صعوبه في عمل خبراء الادله الجنائيه الرقميه؟ الحصول على الدليل الالكتروني بيشكل صعوبه في عمل خبراء الادله الجنائيه الرقميه؟ صح ولا غلط؟ عباره صحيح. التعليل يا فندم؟ يعني ممكن يكون موثق في اكثر من جهه
فبالتالي بيبقى صعب ان احنا نستخلصه من كذا، من المكان اللي هو فيه يعني. مظبوط مظبوط جدا، شكرا. تمام. السؤال الثاني بقى، هل يعتبر بقى دليل الكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ معانا الدكتوره داليا عبد الرحمن. دكتوره داليا حضرتك سامعني؟ دكتوره داليا حضرتك سامعني؟ ايوه. تمام. السؤال بيقول بقى، بيني مدى مع التعليل يعني طبعا مدى صواب وخطا العبارات الاتيه. تمام. هل يعتبر الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ لا، لان هي في القانون المصري قال ان هي بتستلزم خبير فني، لو في القانون الامريكي والالماني قال ان هي مش بتستلزم. معلش، والسؤال بيقول هل يعتبر الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ صح ولا غلط مع التعليم؟ طب حد غيري احسن. شكرا دكتوره داليا. دكتور احمد صبر ليله. اتفضلي يا دكتوره هلا. اتفضلي. هو فعلا ما بيستلزمش خبير الا في حالات معينه، يعني على حسب القضيه نفسها. لو الموضوع كبير وبيحتاج خبير فني تمام، لكن لو ما بيحتاجش ممكن يتقدم عادي. شكرا دكتور. ده القانون الامريكي والقانون الانجليزي الاثنين مع بعض. تمام شكرا. بس انا هقول السؤال تاني، ركزوا معايا. يعتبر الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ دكتور احمد صبر ليله. يا دكتور، هو طبقا للائحه التنفيذيه للقانون المصري اعتبر ان هو من القوانين البحته اللي بتستلزم خبير فني، ودي اللائحه التنفيذيه المعموله على القانون المصري. تمام. العباره صح ولا غلط؟ يبقى العباره صحيحه طبقا للقانون المصري. طبقا للقانون المصري العباره صحيحه. خلي بالك انا بقول الدليل الالكتروني من المسائل القانونيه البحته التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق. لا، هي من المسائل الفنيه البحته. مظبوط. تمام. يبقى العباره خاطئه. شكرا يا فندم. طب ازاي يا دكتور عمر بعد اذن حضرتك، ازاي وهو اصلا في القانون الامريكي والالماني قال لك ان في مسائل فيها ما بتحتاجش خبير الدليل الالكتروني؟ تمام فندم، هو صيغه السؤال بس، احنا بنتكلم على صيغه السؤال. بتقول هي الغلطة كانت في فنية أو قانونية، صح؟ بالظبط يا دكتور هالة. صيغة السؤال بس، صيغة السؤال بتقول هل يعتبر الدليل الإلكتروني من المسائل القانونية البحتة التي لا تستلزم خبير فني بالمعنى الدقيق؟ يا دكتور بعد كده يبقى الإجابة غلط طبعا، لأن طبعا هو يعتبر من المسائل الإيه؟ الفنية البحتة. شكرا. السؤال بيقول لا يجوز الإثبات بالدليل الإلكتروني في كافة الجرائم. الدكتورة داليا. لا، الإجابة خطأ. ممكن إن إحنا لا، الإجابة صح. أيوة، يجوز إثبات الدليل الإلكتروني في كافة الجرائم أو ممكن بعض الجرائم. الجرائم الغير إلكترونية ممكن نثبت فيها بدليل إلكتروني زي جريمة الرشوة لو كان فيها جزء مستخدم أو جانب من جانب الجوانب الجريمة إلكتروني زي رسالة نصية أو رسالة مسموعة. تمام حضرتك، بس أنا بقول حضرتك لا يجوز الإثبات بالدليل الإلكتروني في كافة الجرائم. يبقى غلط. صح مظبوط. شكرا دكتورة داليا. تمام. السؤال بقى للدكتور محمد عبد العزيز، بيقول الدليل الرقمي يقتصر فقط على اثبات الجرائم الالكترونيه، صح ولا غلط مع التعليم؟ دكتور محمد عبد العزيز افتح المايك يا باشا. دكتور محمد عبد العزيز افتح المايك. السؤال بيقول بين مدى صواب وخطأ العبارات الآتية مع التعليل في حدود 5 أسطر. السؤال بيقول الدليل الرقمي يقتصر فقط على إثبات الجرائم الإلكترونية. دكتور محمد عبد العزيز افتح المايك. أيوة يا دكتور أهو معاك. السؤال بيقول الدليل الإلكتروني أو الرقمي يقتصر فقط على إثبات الجرائم الإلكترونية، صح ولا غلط مع التعليل؟ لا غلط. شكرا. تعليل. الدليل الالكتروني ده بيقتصر على جميع الجرائم وليس الجرائم الالكترونيه فقط، لان الدليل الالكتروني او الدليل التقليدي الاثنين
مع بعض، ده مع جرائم ده زي كريبتو الرشوه النصب الارتقاب الحاجات دي كلها، ممكن ناخد يعني ناخد دليل الكتروني معاه، ممكن نشتغل فيها عن طريق دليل الكتروني. تمام، شكرا دكتور محمد. ده دليل التقليدي بالظبط. شكرا دكتور محمد. السؤال بقى بيقول الدليل الالكتروني يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه، دكتور احمد صبر ليلى. السؤال بيقول الدليل الالكتروني يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه، صح ولا خطا مع التعليق؟ دكتور احمد صبر ليلى افتح المايك معلش. دكتور احمد صبر ليلى. الو دكتور محمد. السؤال بيقول الدليل الالكتروني يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه، صح ولا غلط مع التعليق؟ يبدو ان دكتور احمد نت وقع عنده. السؤال بيقول لا يوجد ضوابط موحده. معايا دكتور احمد؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام، فضل دكتور احمد. السؤال بيقول الدليل الالكتروني يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه، صح ولا غلط مع التعليق؟ دليل الكتروني يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه، صح ولا غلط مع التعليق؟ الاجابه خطا، لانه لا يقتصر على اثبات الجرائم الالكترونيه فقط، وانما الجرائم الالكترونيه وغير الالكترونيه الجرائم العاديه. مظبوط يا فندم، شكرا جزيلا. السؤال بيقول لا يوجد ضوابط موحده في شان قبول الدليل الالكتروني. دكتوره هاله. العباره صحيحه. يا دكتور. التعليل يا فندم، مظبوط، التعليل بقى. لان ما فيش ضوابط عمليه تمكن من الحصول على دليل الكتروني. بالظبط، على مستوى العالم يعني، مش كده؟ على مستوى العالم فعلا. بالظبط، شكرا يا فندم. طيب السؤال بقى للدكتوره داليا بيقول يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع. دكتوره داليا. السؤال بيقول يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع، صح ولا غلط مع التعليق؟ او ممكن يكون العمل غير مشروع مثلا التفتيش، وبالمناسبه القيام بعمل مشروع اللي هو القبض. تمام، يبقى الاجابه صح ولا غلط؟ صح تقريبا. معلش دكتور محمد عبد العزيز. معلش سؤال ثاني. دكتور محمد عزيز، السؤال بيقول يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع. وعدم جواز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع. عدم الجواز. مظبوط مظبوط. ما اقدرش اقول قيام بعمل مشروع بمناسبه اجراء غير مشروع. زي موضوع القضيه بتاعت ايه؟ بالظبط كده. اللي هي بتاعت محكمه نقد الايطاليه. تمام. لا وقعت ايه؟ الواقعه بتاع مدعي الايه؟ مدعي العام. بمدينه باليمو الايطاليه. اصدر اذن بالحصول على النسخه بالملفات الموجوده على جهاز الحاسب الالي، ماشي، واثناء الحصول على النسخه دي، هذه النسخه قام الايه الافنديه المختصون بالنسخ وضع برنامج على الجهاز. برنامج بيعمل ايه؟ بينسخ كل حاجه. فده عمل ايه؟ عمل غير مشروع. عمل غير مشروع. مشروع. انا واخد عاوز نسخه، التانيين عاملين شغالين ايه؟ عاملين شغالين في النسخ ورا بعضيها. فده عمل مشروع ايه؟ اللي هي النسخه الغير مشروع اللي هو النسخه اللي شغالين فيها. تمام، يبقى العباره صح ولا خطا دكتور محمد؟ عدم جواز، عدم جواز يبقى صح، هيبقى صح، لكن جواز غلط. بالظبط كده. بالظبط، لو قلنا يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع يبقى الاجابه خاطئه، لكن لو قلنا ان يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبه اجراء مشروع يبقى الاجابه صحيحه طبعا. بالظبط كده. حضرتك كان سؤالك اللي هو السؤال الثاني. معلش يا دكتورة داليا، والسؤال كان بيقول يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبة إجراء مشروع. السؤال كده صح ولا غلط العبارة؟ الإجابة صح ولا خطأ؟ العبارة خطأ. ما احنا لسه قايلين التعليل أهو. الدكتور محمد لسه شرح التعليل، لكن هو يعني في حالة إنه لا يجوز القيام بعمل غير مشروع بمناسبة إجراء مشروع تبقى الإجابة صحيحة. تمام. شكرا دكتور هالة، شكرا دكتور محمد، شكرا دكتورة داليا. شكرا للدكتور احمد صبري وكل اللي شاركوا معانا النهارده. وكده يبقى احنا خلصنا اللقاء الثاني من
شكرا يا دكتور عمرو. الشكر لله يا فندم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، نشوفكم على خير باذن الله. والسلام عليكم. السلام عليكم.